هلأ آية رح يكون معنا فنانة لبنانية. نعم. بدي أترك عندك المساحة. طيب ماشي. أنا اليوم معانا ضيفي صراحة عزيز على قلبي، هي الفنانة اللبنانية أكيد رزان. أهلا وسهلا فيكي رزان. حبيبتي آية، نورتينا اليوم. حبيبتي منورة أنت وكمان. يسعد مساكي، كل عام وانت بألف خير. مساكم انتم بخير، كل عام وانت بألف خير يا رب. حبيبي نورتينا وشرفتينا. شكرا. انا تركت المساحه عند آية لانه بعرف قديش هي آية بتحبك، دائما ضلت تحكي لي رزان باين رزان الحب رزان رزان باين الحب كثير. بعدين من اول ما دخلت رزان انت رزان بدللها هاي بدايه سنه 2020 في دلال كثير راح يكون. طيب الحمد لله كل سنه بتزيد. كل سنه طبعا الحمد لله. طيب رزان فنانه لبنانيه ما شاء الله عليكي صاعده، عندك كثير أعمال حلوة، حابين تحكي لنا هيك شوي عن 2019 كيف كانت معك؟ 2019 كانت كثير حلوة بداية بصراحة لحد ما هول الشهرين الأزمة اللي مرق فيها البلد. صحيح. يعني بكون سعيدة أكثر وبكون بعتبرها سنة خير إذا إن شاء الله هالأزمة بتزول وبنتهي على خير. بس بالنسبة لأعمالي ولشغلي فنياً كانت منيحة، عملت حفلات مع نجوم هون ببلدي وبرا ببلاد برا وكانت منيحة يعني جيدة بعتبرها. نعتبرها سنة يعني كانت حلوة على حلوة علي كبداية. صحيح. طب الحمد لله أكيد بداية يعني إحنا بنتمنى إنه يرجع الأمن والسلام للبنان، يعني البلد الحلو والرائع بأهله وبناسه وبطبيعة الحلوة اللي موجودة في لبنان. طب بدنا نرجع خلينا نحكي شوي عن سنة 2019، احكي لنا شوي هيك عن أهم حدث صار معك ب 2019 هيك رح يضل ذكرى معك. أهم حدث أو من الأحداث المهمة. الأغنية اللي نزلتها كأنك زلمي لاقيني لقيت أصداء كتير حلوة ويعني جابت نجاح يعني وحبيتها وحبيت كيف العالم تفاعلت معها ووصلت من خلالها مسج يعني لا هي أغنية ولا تهديد؟ لا هي تهديد واضح وصريح. واضح وصريح. أخذت حق السيدات بهاي كأنك الأغنية كمان. كأنك يعني زلمي بصراحة الأغنية بتخوف. بتخوف العنوان بس. العنوان بخوف بس. أنت لسه ما سمعت بقية الأغنية؟ لا ما إحنا رح نسمعها أكيد. رح نسمعها طيب طبعا. رزان في مانا ريبورتاج، بدنا نطلع نحضره مع بعض ونرجع نكمل سهرة. أوكي. لبنان دايماً مشهورة بأنه بلد السعادة والفرح والانبساط، وأول ما نجيب سيرة لبنان رح ينهال كمية كبيرة من الغزل عن هذا البلد. غطي الشمس بفيج بينك بحق لك وطنك دينك لو هالدنيا سألت مينك قلن إنك لبناني. طيب شو رأيكم لو حكينا أنه ضيفتنا اليوم هي الفنانة اللبنانية؟ شو هذا يا غدا؟ إيش مكلم وشي سادة؟ لسه ما كملت الجملة إلا وبلشتوا غزل يا أخوان مش هيك. المهم ضيفتنا اليوم هي الفنانة اللبنانية رزان. رزان كان بالنسبة إلها عام 2019 هو البداية الفعلية والرسمية إلها في مسيرتها الفنية، فهي بتمتلك حنجرة أقرب ما يقال إلها بالذهبية وإطلالة ساحرة وجذاب، وكلنا بنعرف إنه الوسط الفني اللبناني يعد من أصعب الأوساط في الوطن العربي لأنه في كمية منافسة كثير كبيرة، لكن رزان ما اكترثت لهاي المنافسة وقررت تشق طريقها وتوصل لبوابة النجومية بفترة كثير وجيزة، واستطاعت الفنانة رزان تحصل على العديد من التكريمات والجوائز وتحصل على محبة الجمهور وأيضا على مدح من كبار الفنانين في الوسط الفني العربي واللبناني. مش فاضي مني غير حبة غرور، عم جرب حبه وقف أنا مجرب مش عم بعرف عم جرب بسني روحي بشوف كل مشاكل اللي كيف بأمن حالي معاشي ما عم بكفي تأكل واشرب منه وانت تفوت من عراقي
الفنان رزان، أنا مش عارف كيف بدي أعبر عن فرحتي بوجودك معنا. لقيتها مونتير، شغل الفيديو. في النهاية بتمنى تكون سنة 2020 سنة سعيدة عليك، ونتمنى لك الانتقال من نجاح إلى آخر. وطي صوتك نور شوي انت وعم بتحكي، ما فكرت علي صوتك رح نلقى علي. وطي صوتك نور شوي انت وعم بتحكي، ما فكرت علي صوتك رح نلقى علي. وطي صوتك هس وروح، وطي صوتك انت وعم بتحكيني، لا تفكرت علي مصدوم كمان. أنا مصدوم، خايف أحكي أوكي تحكي لي هوس، وخايف ما أحكيش كمان، يعني في تهديد وعيد، تهديد وعيد كامل ما في. شفت الكلمات، هاي الأغنية عمره حدا على صوته عليكي؟ عمره حدا على صوته؟ أيوه. ممكن بتصير يعني. هي أعطت النهاية، أعطتيه النهاية خلص عطول الأغنية بتاعت الجواب. الزلمة مسكين. لا فيك تكون رجال من دون ما تعلي صوتك وتعيد. صحيح صحيح. طيب خلينا نرجع شوي على 2019. سؤال هيك دائما بيكون عندنا فضول نعرفه، اكيد كمان انه شيء كنت حابه تعمليه ب 2019 وما عملتيه وحابه تعمليه بسنه 2020. في اغنيه غير كانك زلمه لاقيني خلصتها، كنت بدي اعمل لها كليب ونزلها، بس للشيء اللي صار بالاحداث اللي صارت اخر شيء
وقفت هذا الشيء. بتمنى انه بدايه السنه الجديده تكون خير على لبنان لصور لك كليب ونزلها ان شاء الله. بس بدناش كمان اغنيه تهديد. لا هذا بدنا اغنيه عنه. بدنا اغنيه ثانيه. الثانيه مختلفه مختلفه مختلف. يعني اكسر واجبر بنفس الوقت. اوكي يعني عشان يكون هيك في بالانس. الثانيه قول الحقيقه. ما في خلص كل الاغاني عن الرجال يعني. لا بس في رجال كويسين كمان يعني. خليت باليد اكيد طبعا في رجال كويسين. طب شو مخططاتك ل 2020؟ لل 2020 أول شيء هي هذه الأغنية الجديدة مع كليب بدها تنزل. ممكن في احتمال عندي شارة لفيلم. أيوة. ويمكن ألعب دور بطولة فيه للفيلم. فيلم جديد. فيلم جديد سينما. فيلم يعني لبناني ولا بده يكون عربي بشكل عام؟ عربي. عربي. حلو كتير. انت كان عندك شارة فيلم شفناها قبل فترة اللي هي على أمل. صح. انت كنت غنيت الشارة للفيلم. صحيح. كانت كمان كتير حلوة بس ما إلها دخل كمان. من وحي من وحي هي من وحي الثورة اللي عم بتصير. وممكن تكون يعني لكل البلدان العربية اللي عم بيصير فيها هذا الشيء يعني. الخراب اللي عم بيصير. حلو كتير. طيب احنا بنعرف دائما انه الفنان هو بيحمل رسالة سامية، في عنده هاي الرسالة بيحب دائما يوصلها للناس بفنه بحضوره بأدائه. صح. حتى بانتمائه لبلده. لبنان احنا بنعرف انه هي بلد هي غالية على الجميع علينا كلياتنا. صح. لها طابع تاني مختلف. شو الأشياء اللي ممكن احنا نحكيها الفنان بإمكانه انه يساهم فيها في بلده أكثر وأكثر؟ شو الإسهامات اللي لازم الناس تطورها بحالها عشان تقدر تفيد فيها بلدها؟ أول شيء الناس بدها تكون أول شيء صادقة مع نفسها ومخلصة لوطنها اللي هي عايشة فيه. والفن على فكرة يعني إذا بدك هو أكتر شيء اللي بفش خلق العالم. صح. تحت من خلال الأغاني. الأغاني والسهر يعني رغم شفت الأحداث اللي عم بتصير حتى بقلب الثورة اللبنانيين عم يسهروا وعم بيغنوا وعم يرقصوا. نسميكم الشعب الفرفوش. فرفوش. صحيح. ما بيقدر. صح. يعني لو قد ما مر بأزمات يعني أنا من أنا كأنا يعني وين ما بروح لبنان حتى هو وهيك بحب أني يعني بكون ما مصدق أمتى أرجع. صح. تحبي ترجع على لبنان. يعني هو هيدا الشخص بإخلاصه لوطنه. صحيح. وبمحبته الحقيقية لوطنه ما يكون في أي انتماء تاني يعني. أكيد. يعمل يتصرف لمصلحة وطنه. صحيح. ويكون رأيه لمصلحة وطنه. صح. يعني بالنهاية كشعب بأي بلد مفروض يكون الشعب واحد. صحيح. كلنا من لا أديان لا أحزاب لا قصص. صحيح. كلنا بنحب لبنان. في حد كيب. ما بحبها؟ بالعكس لبنان من احلى البلدان بصراحه اللي زرتهم. صحيح. والاردن حلوه. انا حبيتها اكيد بلدك الثاني. كمان الاردن حلوه. بنتمنى دائما انه يعم السلام مش بس في لبنان بكل الوطن العربي. ان شاء الله بكل الوطن. صح. شو رايك نسمع اغنيه ثانيه؟ اكيد يلا يلا. شو حابه تسمعينا كمان؟ شو بدنا نسمع؟ على ذوقك. يلا الانا كنز ليالي اقتنع بس نحنا مركبين طمع الأنا كنز ليالي اقتنع بس نحنا مركبين طمع عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف عم جرب حب ووقف أنا عم جرب مش عم بعرف عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي عم جرب مش عم بعرف يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص
ولا فيك تاخد كل شي، نقي واحد منهم بس، يا بتفكر يا بتحس. الله 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 الله. Thank you. أنا بدي أسأل سؤال. إحنا بنعرف مرات لما أي شخص يسمع أغنية بتذكر شغلة أو بتخليه هيك تعيشه في مود معين، هاي الأغنية بس تسمعيها إيش بتتذكري؟ ما في هذه الأغنية. صح مزبوط معك حق، الأغاني بس تسمع أغنية وتحبها بتكون بتاخدك لحالة معينة. شو الحالة اللي في هاي الأغنية؟ إنه في مواد، في أشياء بتصير بالحياة مع الأشخاص، مع أي شخص يعني بيكون فيها لازم تختار بين عقلك أو قلبك، لحتى يعني إذا يعني ممكن إذا اخترت قلبك تربح فيها، بس أنت بتكون ما عم تفكر عاطفي. وممكن إذا فكرت فيها عاطفي بدك تشيل العقل كمان يعني، أو تربحها أو تخسرها. فدايما الإنسان بكل شيء بده ياخده مضطر إنه هو يختار يا العقل يا العاطفة. يعني إذا بدك في اختار أنا بختار بعقل وبزي يعني بشوية عاطفة، بس العقل دائما أكثر. إن شاء الله كلنا بنقدر نوازن ما بين العقل والعاطفة، يعني الموضوع جدا بيتوازن. كتير كتير صعب، في صراع دائم ما بيتوازن. طيب بدنا هيك رسالة منك توجهيها لكل اللي عم بيشاهدونا لسنة 2020. لكل اللي عم بيشاهدونا بتمنى لهم سنة خير، ولإلك آية ولإلك كمان تكون سنة سعيدة عليكم، ويعم الخير بكل البلدان. وبدي وجه رسالة ل يعني أهلي وناس بلبنان إنه يضلن واحد ويضلن متضامنين، وإن شاء الله بيحققوا الهدف اللي هن بدهن إياه، ويحققوا استقرار اللي هن بدهن إياه. وبس إن شاء الله بتكون سنة منيحة للكل. نحكي لك كمان كل عام إليك ولأهلك ولكل أهل لبنان بالخير بالصحة بالسلامة. شكراً. نتمنى لبلدنا العزيز لبنان إنه الله يعم عليه الأمن والسلام والمحبة، إن شاء الله. وبلد المحبة، بلد السعادة والابتسامة، بلد الفن الراقي. إن موال لنجوى كرم. موال إن موال منك بصوتك للفنانة نجوى كرم. خلينا نختم فيه. اليوم اندبحت الوطن عصطيحة الأديان، وكرمال مركز مسحت كل أمجاده من شان الله عقله، ما تعملوا خوتان الوالد مربى الولد تيكون جلاده. نعشت بأرض الكرم حبايب وخلان، بيطوف خير الزرع عكفوف حصاده، بس نحرقت الوطن بالنار والدخان، بدو يجيكن يوم تبكوا على ترابه. الله يسلم هالصوت، سلم هالصوت عن جد.